الآن للمتحف المائي في مدينة جدة اللي يضم أكثر من 7000 كائن بحري موزع على أكثر من 155 حوض. وامتاز المتحف طبعاً المائي بوجود مجموعة من الأسماك النادرة، خصوصاً سماك البحر الأحمر اللي يشتهر بطبيعته المرجانية وشعابه المميزة. ويضم أيضاً المتحف مجموعة مرافق وصالات تعكس جمال البيئة المائية وعرض الأفلام والمجسمات، ويعكس أيضاً مدخل المتحف عناصر للبيئة المائية في قاع البحر ومن خلال مشاهد المعروضة على شاشات عرض ذات تقنية عالية، إلى جانب أيضاً قاعة تعرض لوحات ومن أشجار المنجروف اللي تنمو في شواطئ البحر الأحمر. وحول هالموضوع أفضل ما يعطينا تفاصيل هالموضوع مراسل الإخبارية من جدة عبد الله الخرجي. عبد الله مرحبا فيك، يعطيك العافية. عبد الله عطنا تفاصيل أكثر عن المتحف المائي. في البداية مساء الخير عليكم، مساء الخير على مشاهدي قناة الإخبارية. بالفعل كما ذكرت نحن نتواجد داخل أكبر متحف مائي على شواطئ البحر الأحمر. هذا المتحف المائي يقع على مساحة 5000 متر مربع، ويعتبر هذا المتحف المائي من أحد الواجهات السياحية الكبيرة في مدينة جدة، والتي تضم كثير من المرافق التي تكون هي عوامل جذب سياحية لمدينة جدة. مع عودة الحياة تدريجيا والإقبال الكبير الحركة داخل المملكة من خلال السياحة الداخلية، وأيضا تقديم لهذه الخدمات للمواطنين المقيمين من خلال توفير هذه المرافق السياحية والعمل عليها على الإجراءات الوقائية، تواجدنا اليوم في هذا المتحف المائي اللي كما ذكرت هو يضم أكثر من 7000 كائن حي. هذا المتحف كما تشاهدون، لو زميلي أخذ، نحن نتواجد في أحد مرافق هذا المتحف وهو الممر المائي لهذا المتحف، والذي يعتبر يعني يتواجد فيه أكثر من 200 صنف موزعة على 155 حوض داخل هذا المتحف المائي. الجدير بالذكر أنه هذا المتحف المائي هو يعمل على تجسيد صورة البيئة البحرية للبحر الأحمر ولمدينة جدة، وكيف يكون هناك تنوع طبيعي وتنوع جمالي لشواطئ البحر الأحمر. هذا المتحف المائي لو أخذنا كذا جولة سريعة على الفكرة التي يضمها هذا المتحف المائي، هو عبارة عن مكان يضم كثير من المرافق التوعوية والتعليمية اللي من خلالها ممكن للسائح أن يتقدم له معلومات بشكل مشوق وشكل تعليمي مميز. كمان جدير بالذكر أنه هذا المتحف ممكن أنه يكون منصة تعليمية للطلاب وللأطفال بشكل كبير. فيه لو استطاعت الكاميرا أن تأخذ الصورة الموجودة خلفي، اللي هو الحوض الذي يوجد فيه نجمة البحر الأحمر أو نجمة هذا المتحف المائي. هذه النجمة هي عبارة عن أضخم سلحفاة تم إنقاذها داخل البحر الأحمر، تم إنقاذها من خلال فريق علمي في مدينة جدة، وتواجدت داخل هذا المتحف ليكون هناك أيضا يعني تجسيد لقضية الحفاظ على البيئة والحفاظ على الموروث للبحر الأحمر والشعب المرجانية. هذا المتحف هو أيضا يعتبر مقصد سياحي كبير لمدينة جدة، يكون هناك أيضا عملية تنظيم وترتيب لهذا العمل السياحي الداخلي. أيضا أنا أشيد بالعودة لهذه الأماكن السياحية بحذر، لو زميل المصور يشاهد أيضا العمليات التباعد الجسدي ونقاط النقاط الأرضية الموجودة داخل المتحف، ليكون هناك أيضا عمل وعودة بحذر في الفترة القادمة بإذن الله تعالى، ونكون إن شاء الله هناك عودة جميلة بكافة مرافقنا السياحية، ولكن حفاظا على صحة الجميع وحفاظا على المكتسبات التي اكتسبناها في الفترة الماضية من جائحة كورونا. هذا أبرز ما لدينا من داخل أكبر متحف مائي على شواطئ البحر الأحمر. شكرا لك عبد الله، وحقيقة العديد من
الأماكن السياحية وأيضا المتاحف عندنا في المملكة العربية السعودية، والبعض والعديد من المواطنين المواطنين السعوديين كانوا يسافرون لمثل هذه المتاحف، يعني يخسر ويطلع عشان المتاحف. الآن المتاحف موجودة في بلدك، تقدر تزورها أيضا وتفيد نفسك وبلدك في نفس الوقت.